إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله عدد أنفاس الخلائق بقدر علم الله بلا عدد من قديم الأزل إلى دوام الأبد، والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جرت سنة الله تبارك وتعالى في مخلوقاته أن يخشى الأضعف منها الأقوى والأدنى منها الأعلى، والذي يتأمل في أحوال الكون يرى هذا جليا واضحا، فقد فاوت الله بين المخلوقات في الأعمار والأرزاق والقوى والقدرات والإمكانات، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ونرى هذا جليا وواضحا خاصة في عالم الحيوان، حينما نتأمله نرى الأضعف يخشى من الأقوى والأدنى يرهب الأعلى، فالفأر يخاف من القط، والطيور تخشى من الذئب، والثعلب يرهب من الكلب، وهكذا تسير السلسلة حتى تنتهي عند الأسد، حيوان يخشاه كل الحيوانات، ما أن تسمع زئيره حتى تفر من أمامه كالجرذان المرعوبة حتى الفيلة والزرافات. ولكن دعونا نسأل فنقول: هل هناك شيء يخشاه الأسد؟ قد يبادر البعض فيقول: لا، من أي شيء ومن أي شخص أو شيء يخاف الأسد، وهو ملك الغابة على الإطلاق، الذي ترهبه جميع الحيوانات حتى الطيور في السماوات. ولكن المتأملين يقولون إن هناك حيوانا يهابه الأسد ويفر من أمامه مرعوبا خائفا، إنه الببر. حيوان يرهب الأسد ويرعبه، بل هو قادر حتى على التهامه. يقول علماء الحيوان إن أعظم المخلوقات رهبة وشدة وبطشا هو الأسد الأفريقي، لذا لقبوه بالحيوان الذي لا يعرف الرحمة. الببر قادر على إرهابه، بل إن أنثى الببر تستطيع افتراس الأسد الأفريقي. والببر لمن لا يعرفه حيوان يصل طوله إلى 4 أمتار ووزنه إلى 300 كيلو، ويستطيع القفز إلى ارتفاع 5 أمتار، وهو يقتل التماسيح، ويستطيع التهام دب كامل بمفرده. ودعونا أحبتي في الله نأخذ من الببر عبرة نتعلم منها شيئا نافعا في حياتنا، لنقول: إذا كانت القلوب جبلت على خوف ورهبة من هو أعلى وأقوى منها، فمن هو أقوى وأقدر وأكبر من الله حتى نرهبه ونخشاه؟ لقد عاب القرآن الكريم على من يخشون شخصا أو شيئا غير الله، واعتبر القرآن الكريم خوفهم ضعفا في إيمانهم. رأينا القرآن الكريم
يأمرنا ألا نخشى أشخاصا ولا أشياء سواه، فقال جل في علاه: ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال جل شأنه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن خوفنا من الأشخاص أو الأشياء يبعدنا عنهم ويجعل بيننا وبينهم عداوة، وما أن تسنح الفرصة أن نبتعد عن أعينهم أو أن نغيب عن سطوتهم وسلطانهم حتى نفعل ما بدا لنا ولو كان على غير رغبتهم أو دون إرادتهم. لكن الخوف من الله تعالى يقربنا منه ويحببنا فيه ويجعلنا نحترم تعاليمه في كل أوان ومكان، في الظلمات وفي الأنوار، في الخلوة وفي الجلوة، لأننا نوقن أنه معنا يعلم السر وأخفى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والخوف أنواع كثيرة، لكننا نجد في سورة الرعد مثلا آية جمع الله فيها بين الخوف والخشية، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فما هو الفارق بين الخوف والخشية؟ قال صاحب كتاب الفروق اللغوية: أن الخشية، أن الخوف شعور شعور يصيب الإنسان بتألم النفس من ارتكاب ومن توقع العقاب، تألم النفس من توقع العقاب عند ارتكاب المحظور أو التقصير في المأمور به. أما الخشية فهي حالة من الشعور من عظمة الخالق تبارك وتعالى. وقال الإمام الألوسي رحمه الله موضحا الفارق بين الخوف والخشية فيقول: الخشية هي خشية المخشي وإن كان الخاشي قويا، أن تخشى وأن تهاب المخشي وإن كنت ذا بطش وقوة. أما الخوف فهو ضعف الخائف وإن كان المخوف أمرا بسيطا. ودعونا نقول إن الخوف أنواع. هناك خوف فطري كخوف الإنسان من الموت، وخوف البعض من الظلمات، والخوف من الوقوف في الأماكن المرتفعة أو من السير ليلا أو غير ذلك. هو خوف فطري نجده عند جميع البشر لا يعاقبنا عليه الله عز وجل، وإن كان ربنا أمرنا أن نتقوى به على كل ما عداه. رأينا نبي الله موسى عليه السلام بعد أن كلمه ربنا وأمره بإلقاء العصا من يده لاذ بالفرار وولى مدبرا ولم يعقب، فنادى عليه ربنا قائلا: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وفي آية أخرى قال له: يا موسى إنه لا يخاف لدي المرسلون. وعندما أمر الله موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هناك خوف فطري جبلت عليه النفوس، وهناك خوف مكتسب.
عندما يشب الإنسان عن الطوق ويدرك حقائق الأمور فإنه عادة ما يخشى من ضيق الرزق ومن قلته أو من الموت، يحرص على الحياة وعلى كثرة الأموال، فيصيبه ذلك إما بالجبن أو البخل، وهذا خوف مذموم، لأنه يقود الإنسان إلى شيء يبعده عن الله ويجعل فيه صفة من صفات الضعف والعجز والبعد عن ربه. لهذا رأينا ربنا في الحديث القدسي الشريف ينادي علينا قائلا: يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا يزول أبدا. يا ابن آدم لا تخف من فوات الرزق، فخزائني ملأ وخزائني لا تنفد أبدا. فالذي يرهب شخصا أمرنا ربنا ألا نخشاه، لأن المقاليد بيده عز وجل، وهو وحده القادر على تغيير الأمور، ما بين طرفة عين وانفلاتتها يغير الله من حال إلى حال. وعلم رسول الله صبية الصحابة الجرأة في الحق وعدم الخوف من الخلق، فرأيناه يقول لسيدنا عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما قد قدره الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والذين يخافون من فوات الرزق ومن ضيق ذات اليد، فنراهم يمدون أيديهم للمال الحرام، ويفتحون بطونهم للربا وللرشوة ولغير ذلك، يقول الله في حقهم: يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعييني رغيف خبز أسوقه إليك؟ ورأيناه جل جلاله يقسم بذاته المقدسة فيقول: وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحيل. هذا خوف مذموم رفضه الإسلام وعاب عليه ربنا تبارك وتعالى. وهناك خوف شرعي، خوف محمود، هو أن نخشى من الله وأن نخاف عقابه، وأن نعلم وأن ندرك يقينا أنه معنا، قادر علينا، يعلم السر وأخفى، لا تغيب عليه غائبة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خوفنا من الله يقربنا منه ويحببنا فيه ويبعدنا عما يغضبه، وهذا يفتح لنا أبواب الجنان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي تاريخنا العظيم رأينا نماذج كثيرة من الذين خافوا من عقاب الله واجتنبوا ما نهاهم عنه ففازوا في الدنيا والآخرة، وتركوا لنا أمثلة مضيئة نحتذي بها في الحياة. ذكروا أن تاجرا تزوج بامرأة صالحة فأحسن إليها وأكرمها، وكانت من خيرة النساء، وبعد سنوات وسنوات
لاحظت المرأة تغيرا من زوجها، وأنه يغيب عن البيت كثيرا، وأن جفاء دب في قلبه فحال بينها وبينه، فأرادت أن تعرف السر في تغيره، فما أباح لها بمكنون صدره، فأرسلت ذات يوم جاريتها خلفه لتعلم أين يذهب وبمن يلتقي، وعادت الجارية لتقول لسيدتها: إنه قد تزوج بامرأة أخرى، وإنه قد استأجر لها دارا في مكان كذا، فما كان من الزوجة الصالحة إلا أن أمرتها بالصمت وعدم الكلام في هذا الأمر، وما غيرت المرأة تعاملها مع زوجها، وما أساءت إليه، ولا عبست في وجهه مرة، وما فاتحته في حقيقة زواجه بامرأة أخرى. ومرت الأيام، ومرض هذا التاجر عندها، واشتد به الألم حتى مات. فلما انتهت أيام العزاء، إذا بالمرأة الصالحة التقية التي تخشى الله وتأبى أن تأكل مالا حراما، جمعت ميراثه وقسمته بما يرضي الله، وأشركت ضرتها في الثمن الذي أمر الله أن يكون للزوجات، ونادت على جاريتها وقالت: خذي هذا المال وادفعيه إلى امرأته الأخرى في دارها، وأعلميها أن رجلنا قد مات. فحملت الجارية نصيب المرأة الثانية في ميراث زوجها، وانطلقت تعدو نحو بيتها، وطرقت الباب ففتحت لها، فأعلمتها بما كان، فبكت المرأة وقالت: رد المال إلى سيدتك واشكريها، وأعلميها أنه لا نصيب لي في مال زوجها، لأنه طلقني وانتهت عدتي. هكذا كانت الزوجة الثانية أكرم من الأولى، وأكثر خوفا من الله ومن الوقوع في المال الحرام. ذكروا كذلك أن واحدا من الصالحين كان يسير ذات يوم في الطريق، فاستدرجته المرأة إلى بيتها، وهناك راودته عن نفسه، وهددته إما أن يلبي لها رغبات الجسد، وإما أن تفضحه بين الناس وتتهمه بالسرقة. فتحير في الأمر، وهداه الله إلى أن يستأذنها قليلا، ودخل إلى الخلاء، وهناك قضى حاجته، ولطخ بدنه وثيابه بما خرج منه، وخرج عليها بهذه الهيئة المزرية ليقول لها: ها أنا دونك الآن، فافعلي ما بدا لك. فقالت: مجنون، وطردته من البيت. فحمد الله وشكره أن نجاه، وذهب إلى نهر فاغتسل فيه، وغسل ثيابه، ثم توضأ وصلى ركعات شكرا لله. وفي منامه سمع هاتفا يقول له: فعلت هذا لأجلنا؟ لنطيبنك في الدنيا والآخرة. فلما أصبح شم الناس ووجدوا منه ريحا طيبة طيلة حياته حتى مات. وصدق رسول الله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وبه اقتدى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، هناك بعض الناس خوفه من الله خوف قاصر، فهو لا يتعدى الخوف باللسان، يقولها من طرف لسانه أنه يخشى الله وأنه يخاف من عقابه، لكن أفعاله لا تدل على ذلك، فتراه جريئا في انتهاك الحرمات، سريعا في غضب مولاه، وفي ارتكاب وعمل ما عنه نهاه. ومثل هؤلاء كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. هكذا قرر إبليس أنه يخاف من الله، قالها بلسانه، لكنه في كل لحظة يؤكد من خلال أفعاله الخبيثة أنه مجترئ على مولاه وأنه لا يرهبه ولا يخشاه. نريد الخوف من الله الذي يحول بيننا وبين الحرام حتى في خلواتنا حيث لا يرانا أحد إلا الله. نريد الخوف من الله الذي يشجعنا على إرضائه وعمل ما يحب لنتقرب إليه عز وجل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كان أحد الشبان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دائما ما يحرص على صلاة الجماعة ويتقرب من الأولياء والصحابة، ولاحظ أمير المؤمنين عمر غيابه أياما فسأل عنه، فأخبروه أن امرأة استدرجته إلى بيتها وراودته عن نفسه، فظل يرتعد ويرتجف خوفا من الله حتى مات، فأخرجته المرأة من بيتها خشية الفضيحة، فكشف الله أمرها وهتك سرها. فقال عمر للناس دلوني على قبره، وصلى عليه، ثم نادى قائلا هنيئا لك الجنة أيها الخائف من الله. فسمع الناس صوتا يقول لقد آتانيهما ربي. قال عمر هنيئا لك الجنة أيها الخائف من الله، ثم تلا قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فسمع الناس صوتا يقول لقد آتانيهما ربي وزادني الرضا ورضوان من الله أكبر. مع خوفنا من الله نطمع فيه ونحسن الظن به، ولنعلم أن خوفنا من الله يقربنا منه، ويوم القيامة ينادي ربنا على ملائكته قائلا أخرجوا من النار من خافني يوما أو خشيني في مقام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخائفين منه، والمحبين له، والطامعين فيه، والمحسنين الظن به. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الأعظم الكريم الأجل الأكبر الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تبلغ روح رسول الله منا السلام والتحية والإكرام، وأن تبلغ أرواح آل بيت رسول الله منا السلام والتحية والإكرام، وأن تنزل رحمتك وبركتك على من بنى هذا المسجد وعلى كل من صلى فيه منذ أن بناه وإلى أن يدوم بإذن الله، ولكل من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل